مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء. احنا باقيين فايقين معكم، كيف كتشوفوا امطار الخير تتهاطل في هذه الاثناء على مدينة الدار البيضاء. هشام وداعا كورونا، هذا ما نتمناه بالفعل، هو ان يرفع الله عنا هذا الوباء، نتمناه انها تكون امطار غسل الوباء وازالته الى الابد. المتابعين الكرام ديالنا انهم يقولون لنا المدينه ديالهم، واش المدن ديالهم او البلدان ديالهم، خصوصا الناس اللي كيقطنوا خارج مدينه الدار البيضاء، سواء على المستوى الداخلي يعني داخل المغرب او خارجه، يعني المدن اللي كتقطنوا بها اللي كتسكنوا بها او البلدان اللي كتسكنوا بها، واش كاين شي شتا في هاد الأثناء ولا غير في الدار البيضاء. إذن الحمد لله على هاد الشتاء اللي كتغسل هداك العجاج اللي كان البارح، وكتنظف الجو وكتنظف الهواء، لكن مزيدا من الحضر فهاد الشتا الاولى كيكون واحد شويه ديال الانطلاقات ديال السيارات وديال الدراجات الناريه، يعني الناس اللي مسافرين والناس اللي غاديين في طريق السيارة، ولا حتى الناس اللي داخل المدينه يحاولوا يتأنوا يمشيوا شويه ويردوا البال، لان هاد الشتا الاولى كتسبب في حوادث خطيره لا قدر الله. ونتمنوا بان ما يتصاب حتى شي مغربي، ما يتصاب حتى شي مسلم، يتصاب حتى شي واحد بسبب هذا الشتاء. نتمنوها تكون الشتاء ديال النفع لا شيء غير ذلك. ميلود ميلود مكناس فيها الشتاء دابا الحمد لله، نتمنوا بان هذا الشتاء تكون عامه، تكون الشتا ديال النفع، الشتا صالحة للزراعة للفلاحة للحرث، تكون الشتا ديال تعوض السقي. كازا هذه مدينة الدار البيضاء، كنتواجدو بالضبط بشارع الزقطوني أحد أكبر الشوارع بمدينة الدار البيضاء.
زلال تاهي فيها الشتا الحمد لله. عمر فادي بالفعل كانت كثيره دابا راه شويه نقصات ولكن كانت كثيره كيف كتشوفوا الشوارع كلها فازقه. تبارك الله يوسف راجا الحمد لله ان هاد الشتاء راه عامه على كل مدن واقاليم المملكه المغربيه اللهم لك الحمد. حسن وبه السلام محفوظ والزغاب تبارك الله اخويا الحمد لله. الشتاء عامة على كل المدن والاقاليم المغربية. ياسين برادة شارع محمد السادس بالفعل هذا هو شارع محمد السادس اللي كان تواجدوا فيه في هذه الأثناء. المحمدية عبد الصمد محمدية الحمد لله طاحت فيها الحمد لله. عبد الصمد المرضي بلال خزاني السلام ميلود ميلود
ولا التيمة الشتاء، ولكن قليلة شوية. إوا نتمنها تكون، نتمنوها أنها تصب على قد النفع بإذن الله. عمر فادي اتونسيون غريزاج الفعل، اتونسيون غليساج، فوالا ماشي غريساج، المهم اتونسيون غليساج فوالا بالفعل. وكل ما نتمنوا ان القوات ديال 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 بلادنا، ديال مدينة، ديال مدننا تكون في المستوى انها تحمل واحد المستوى كبير ديال المياه، ماشي نطلبوا الشتاء ومنين تصب الشتاء نبداو نطلبوا يا ربي تحبس، يا ربي القوات ديالنا يقدوا عليها. كيف كتشوفوا وكيف كنشوفوا ديما ملي كتصب الشتاء، ماشي داك الشتاء الكثيره اللي كتصب في بلايص اخرين، غير الشتاء ديال 10 دقائق 15 دقيقه الا كانت مجهده، القوات ديالنا كيتغلبوا وكيبان العيب. اذا هذا نداء الناس ديال الجماعات، الناس اللي مكلفين بهذا الشيء ديال القوادس، الناس اللي مكلفين بهذه القرارات ديال المياه البالوعات، انهم يسابقوا شويه الزمن ويحاولوا ما امكن انهم اللي مخنوقه تسرح واللي مسدوده تحل، واللي باش ما نوقعوش في مشاكل لا قدر الله. نتمنوا ان الشتاء تصب على قد النفع وما يكونوش مشاكل. عبد الصمد المرضي غير بشوية عليك خويا، الله يسر لك امرك. شكرا خويا عبد الصمد، الله يكبر بك. وين اس دي ريم خويا، بقى الشتا مزيان الحمد لله. الحمد لله، اذا الشتا في كل المدن المغربية وهذا ما نتمناه. ربما هنا في الدار البيضاء راه حبسات كيف كتشوفوا، ما بقاتش، ولكن مازال كتقطر شي شويه، كتنقط شي شويه من بعد ما كانت مجهده واحد الوقت. سيا مصطفى كتقول بان البنيه التحتيه في بلادنا كتخلع، والصراحه غادي نوافقك رايي وغادي نقول بان بالفعل البنيه التحتيه كتخلع، ما كدبتيش، لان حنا كنتخلعوا من صبات الشتاء واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه بجهده غادي نوقعوا في المشكل. اذا كنعاود نوجه النداء ديالي للمسؤولين على الجماعات انهم يقوموا بالعمل ديالهم قبل كيف كنقولوا ما يوقع الفاس في الراس. نتمنى انهم يقوموا بالعمل ديالهم ويسرحوا المجاري ديال المياه، يسرحوا بلوعات المياه، يسرحوا القوات، يكبروا من داك المجاري ديال المياه، يكون واحد الترميم الطرق وجنبات الطرق باش تقدر تستوعب داك المياه اللي كيكونوا بحال هنا في الطريق السيارة، باش ما نطيحوش في المشكل. انا بالعاني هبطت الطريق السيارة باش نوصل رسالة بان راه في الطريق السيارة كيوقعوا حوادث سير، مزيدا من التأني، مزيدا من اليقظة، غير بشوية عليكم. هاد الشتا الاولى راه خطيرة وكتسبب في حوادث كبيرة وكثيرة لا قدر الله، وما نتمناو حتى شي مغربي يتركز لا في رزقه لا في سيارته ولا في صحته وليداته.
الولفة خويا سينيجان، شوف المخرج تاع الكاميوات كيف دايرش من بلاصة، من بلاصة سميرة مديونة. احنا هبطنا مديونة، كنضغط انا ضغط داك الساعات خطيرة في هذا الليل وفي هذا الشتاء الأولى اللي كتهطل على المدن المغربية. عبد الحق جراي والصباط شي شام مزيان الحمد لله، نتمنى أنها تبقى غير في هذا المستوى غير مزيان. مزيدا من الحضر راه هاد الشلولة صعيبة، المتابعة الكريمة ديالكم لقناتكم شوف التيفي. رشيد قال لك تحية لرجال الأمن، بالفعل تحية لكل الصاهرين على أمن وطمأنينة هذا البلد بما فيهم رجال الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والجمارك وكل من يحمل السلاح لحمايتنا وحماية أمن وطمأنينة هذا البلد. نجيم أوعيل توحشنا البلاد خويا، مرحبا بك في بلادك. حنا كنحاولوا نديروا هاد الجولات باش الناس اللي خصوصا اللي قاطنين خارج البلاد، الجالية المغربية المقيمة خارج أرض الوطن، بأنها تشوف هاد المناظر وتشوف هاد الجولات وتفكر البلاد. حتى في طنجة فيها الشتاء. خديجة حمدان شكرا خديجة على المتابعة، والحمد لله أن عديد من المدن عرفنا بأنها فيها الشتاء، إذا الشتاء عامة على كل أقاليم المدن وهذا أقاليم ومدن المغرب وهذا ما نتمناه.
غادي تصب ان شاء الله في كل بقاع المغرب، غادي تكون ان شاء الله شاملة باذن الله، غير صبروا شوية. رشيد الناجي الحمد لله على النعمة ديالو بالفعل. الدار البيضاء غادي تصب فيها ان شاء الله، غادي تصب. وعندكم بعدا في مسكورة الجو زوين والحمد لله قريبة الدار البيضاء، واكيد غادي تصب فيها الشتا وغادي يكون الجو اجمل باذن الله. كازا احمد شتيب، مرحبا بسي احمد. ويه احنا من اقليم تازا شتا الحمد لله كاينه، الحمد لله. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر،
شكرا لتتبعكم وسهركم معنا، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.